الاخبار يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه اوت لاست ويست بلور بعد ما شفنا في الحلقه الاولى اللي حصل. ولو مشفتهاش بقى يا عم لازم تشوفها، حصل فيها حاجات كتيره. بص من الاخر لازم تشوفها. ماشي، اخر مره احنا وقفنا هنا ما كنا محتاجين نفتح الكلبش الاصفاد يعني. ماشي يلا نكمل ونقول بسم الله. بسم الله يا رب. مش هفتح الباب ده كده مقفول. ادي ماشي كمل. في سمع صوت. يا لهوي ابو منشار، استخدم بسرعه. يا لهوي يا لهوي، بسم الله. يا لهوي، اوف 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 اوف، والنبي عشان خاطري عشان خاطري. لا 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 لا، عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري. يا رب يا رب يا رب يا رب، بسرعه 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 بسرعه. اوف 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 اوف، اهو ابن امشي يا معفن. يا لهوي، روح يالا. مش كفايه انت قتلت جثه؟ ايه انت مش بعتش؟ يا رب. يلا يا عم يلا، شوف اخرتها ايه. بسم الله يا ربي. فين فين من اللرزينة ده؟ مفيش حاجة هنا، بس بفتش لو في حاجة. سمع صوت المنشار. المنشار شوف كده، الباب ده مقفول مقفول. يا لهوي، قدامي 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 قدامي، بسرعة 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 بسرعة، جاي جاي. اوف يا عم، روح الناحية التانية، ما تروحش الناحية دي. يا ربي يا جدع، امشي بقى اهو اهو. لا 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 لا، بسرعه 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 بسرعه. شافني 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 شافني. بسرعه 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 بسرعه. انحس بيه انحس بيه، وراي 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 بالظبط. فين فين فين؟ هنا هنا. افتح الباب، اقفل بسرعه اقفل بسرعه. اوف يلا يلا، افتح الباب. يا لهوي، خش بسرعه خش بسرعه. هنا اقفل الباب وراك، اقفل الباب وراك يا عم. روح يا عم، يخرب بيتك. اوه يا عم روح. صدمة كبيرة يا والقلب يا كيدي جاي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اوف 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 اوف. في ايه؟ انا والله قلبي. والنبي لا، والنبي والنبي عشان خاطري، سيبني بس اخد بطارية عشان خاطري. في ايه؟ ايه؟ ماشي مش هخاف. عايز ايه يعني؟ ايه اللي عملوه فيك ده؟ ايوه انا صديقك. ايه هي؟ عايز ايه؟ قول السر. يا عيني، مش عندك يعني ايد يعني صوابع؟ ربنا يسهل لك يا رب، ربنا يسهلك يا الله. يا لهوي، اللهم ميتين في كل حتة. ايه ده؟ مفتاح. عم ايه الأصوات دي يا عم؟ في ايه؟ افتح كده. يا الله، في حاجة هنا؟ عم روح بقى، خلاص خلاص بقى خلاص، ربنا يسهلك. ماشي كده خلاص، خدنا مفتاح. اوكي، ايه ده؟ كله ميت كله ميت، مفيش حد عايش خالص، مفيش حد عايش خالص. ايه ده؟ استنى، في ملف، تعال نشوفه. ماشي ماشي، هو بيقول هنا اللي ميليسيا
عملت رفعت قضية يعني على مصحة ماركوف العقلية دي، وكان بيقول يعني اللي هم برضو بيعملوا تجارب على الناس وبيعملوا تشكل حيوي على الموظفين والمرضى الإناث، يعني بيعملوا حاجات كتيرة وتجارب. يا لهوة، دي صفحة تانية مسؤولية خاصة بالمشروع تاني بنفسك. يا الله، دول مش هيرحموا حد، مش هيرحموا حد. يا عم والشبح ده، انا مصدقت خلصت منه في الجزء التاني وموت لي الواد الصحفي. اوه عامل حفظ. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا ربي، وراي 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 وراي. هوبا يلا بسرعة 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 بسرعة، اطلع اطلع اطلع. ايوه اه يا لهوي، ايه ده داخل الباب ده؟ مش مهم مش مهم، لما افتح يا عم الكلبش ده افتح. ايوه اخيرا اخيرا يا اخي، افتح بقى. احنا كده المفروض نروح للراديو. سمع صوت، ايه ده؟ يا عيني عايز اطلع بره، باب الخروج اهو. ماشي عايزين نطلع من المكان ده. مش دلوقتي بقى بطارية؟ في بطارية هنا؟ فيش. اسكتي بقى زن، اسكتي بقى زن. في حاجة هنا؟ ايدز، ايه لازمتها يعني؟ في الفرن يعني؟ ده لغز ده ولا مش عارف. يلا نكمل. اخرب بيتك، الله يحرقك الله يحرقك الله يحرقك. يا لهوي، لا لا قلنا عشان خاطري، عشان خاطري. انا اسف انا اسف، لا انا اسف، مش قصدي مش قصدي ان انا اشتمك والله. يا ربي يا ربي، لا عشان خاطري قلبي، عشان خاطري اكسبني. ماشي هبقى هنا. ايه بالطبخ؟ لا لا عشان خاطرك. فرن هيشويني هيشويني. اطلع اطلع بسرعة بسرعة، كسر 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 كسر. يا لهوي بسرعة. لا 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 لا. ايوه الحمد لله. يا لهوي يا عم روح، لا انا مش ملكك. يا لهوي كان عايز يشويني. يا الله يا الله، تعال نطلع هنا. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ هو انت وقعت؟ تقريبا كده وقع. يا عيني يا الله، انزل يا عم انزل. افتح كده، في حاجة هنا؟ لا مفيش. اوكي الواد هو اللي مات. ماشي تعال نخرج بقى، يا رب نخرج. ماشي يلا يلا نخرج يا عم. ليه مقفول؟ ليه ليه يا رب؟ ماشي يلا خد خد بطارية. اوكي ايه ده؟ ملف، هاتو تعال نقرا. ماشي ماشي، هو بيقول للاب كلارك ده، ده راجل ديني وبيدافع عن الدين بتاعه ومش عايز اي حد يعني يتدخل في دينه او يتعرض ليه يعني في دينه. ماشي نكمل. الله يا عم كان عايز يشويني ده، ما في احلامك. لا ايه ده ايه ده ده ايه ده يعني؟ ابعد يا عم ابعد. ايوه كان هنا من اللذينه، دخل من هنا صرعني. ما فين؟ ماشي مفيش حاجه هنا. كمل، ده مقفول. هنرجع يعني؟ بس نرجع فين؟ طيب نطلع.
وقع هنا. ده ممكن ننط صح؟ اه كويس ماشي. اطلع اطلع كمان وهوبا. ايوه جدع ماشي. امشي على الحافة، على الحافة. بسم الله. في شبح؟ لا لا عشان خاطر، عشان خاطر ايه ده؟ اد ما عملش حاجة. كويس كويس، يا رب يكون كده دايما، يا رب يكون كده دايما. بتاع ده بيظهر عشان كنت بفرج على الحاجات دي كتير، اللي هي بتاعت الامراض النفسية دي ولا الشاشة. تعال ننزل. بسم الله. جري الحفظ. اوكي ايه ده؟ في بطارية هنا. ماشي ايوه. انا اخش هنا كده. اه بطارية. ماشي هات. نرجع بقى. في نور هنا. اهم حاجة نمشي في طريق النور، اهم حاجة. يا لهوي انا سمعته سمعته سمعته. منشار شغال ايوه كده شغال. لا هو هنموت هنموت صح. هو فين؟ مفيش حاجة هنا. سمعت المنشار بتاعه والله. سبعة سبعة سبعة. قريب قريب. فين فين؟ مين دول؟ طب خدوني معاكم، خدوني معاك ازخرج والله. يا ربي تسيبونيش مع راجل ابو منشار ده يعمل منه كفتة والله. فين حاجة؟ لا مفيش. يلا نكمل. في في يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هموت 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 هموت. اقفل الباب اقفل الباب اقفل الباب بسرعة بسرعة. هموت هموت هموت. اتزنقت اتزنقت صح؟ بسرعة بسرعة بسرعة. يا الله كسر الباب كسر الباب كسر الباب. وقت العشاء ايه يا عم؟ وقت العشاء ايه؟ هو هياكل هياكلنا اهو. لا لا روح الناحية التانية. انا مش هنا. جدع 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 جدع. فينه؟ مشي. يا لهوي ايه يا عم انت مشغل المنشار على الاخر ولا ايه؟ بتهددني يعني؟ لا يا حبيبي مش بتهدد، معفن. فينه؟ بسم الله. انا ماشي بالراحة عشان ما يسمعنيش. فين؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اهو اهو نخش قدام شمال. ولا كني شفت ادري ولا كني شفته. ايه ده؟ عشان ده المكان اللي كانوا بيجروا فيه. امشي فيه بسرعة. نط يلا بسرعة. ايوه اه الحمد لله قلب ارتاح. خد البطارية. اه ايه ده؟ في بطارية ايه؟ ماشي بدل الحفظ. اوكي ايه ده؟ يا ربي يا ربي. افتح. بسم الله. يخرب بيتك. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ يخرب بيتك. ليه ليه كده؟ ليه كده؟ ليه؟ يا ربي يا ربي. استنى خدنا بتاع ده تدوينه. تأثيرات متفاوتة. تعال نشوف.
بيقول هنا ان ليزا او اي شخص يعثر على الرسالة دي اعلم جيدا ان مؤسسة ماركوف تخلق وحوشا بشرية. اه والله وحوش بشرية. انني لم ارى اي مريض مرة اخرى بعد ان اعطوه علاج الالمان المزعوم المحرك. يعني علاج الالمان ده المزعوم اسمه المحرك ماشي. والاسوأ مما تخيله هو انهم ربما ما زالوا بشرا. يعني هم بشر لسه بشر، ولكن هناك شيء ما نزعوه منهم. يعني هم لسه بشر بس مؤسسة ماركوف دي ومصحة ماركوف نزعوا منهم حاجة كده، شالوا من الإنسانية عندهم حاجة تقريبا، وأدخلوا أشياء أخرى. فكلهم لم يكونوا مجرمين، يعني مش كلهم مجرمين، هم اللي خلوهم مجرمين. مؤسسة ماركوف المعفنة دي كانوا مجرد مرضى، يعني هم كانوا مرضى عاديين لكن ليس قتلا، مش قتلا. ماركوف هي من صنعت منهم وحوش. أو والله ماركوف دي الله يحرقها وتدخل إن شاء الله النار إن شاء الله. الطبيب روسيت قال أن علاج المحرك لديه تأثيرات متفاوتة من شخص لآخر. يعني العلاج اللي هو العلاج الألماني المزعوم المحرك ده عنده تأثيرات، ليه تأثيرات متفاوتة من شخص، يعني خده من شخص لآخر، فلا يمكن أبدا توقع ما سوف يحدث للمريض. يعني لو حد خد العلاج ده احنا مش هنقدر يعني نشوف إيه اللي هيحدث مع المريض ده في وقتها. يعني لقد أخبرني ذلك في دردشة بالكافيتيريا. اوكي الصفحة الثانية. كان يجب أن أستمع بإنصات لكل ثرثرة ذلك الرجل. يا ابني ما كنت تسمع كنت ممكن تستفاد بحاجة، بس يلا بقى. ماشي لا لا اقفل 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 سيبك كده، خليكم مع نفسكم. ماشي يلا عم نكمل طريق. افتح. ماشي في حاجة هنا؟ فيش. يا ربي ادع بقى الدم. اوعى 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 اوعى. الغاز. اغلق الغاز لكي تصل الى الكفر. ماشي الغاز الغاز الغاز. اوعى سهلنا الحتة دي. هنا بطارية صح. هات. وده هنا مقفول. ماشي كمل عشان نروح نقفل ام البتاع ده عشان نقفل الغاز. ماشي نوت. بسم الله. حاجة هنا. ملف. ماشي خده نشوفه. ماشي هو بيقول هنا اللي هما الاستخدام المحتمل للمواد الكيميائية النفسية، اللي لما هما بيستخدموا المواد الكيميائية النفسية في العمليات السياسية العسكرية معترف بها بشكل جيد. يعني المواد الكيميائية دي معترف بها بشكل جيد على الرغم من انه لم يتم اكتشاف هذه المواد بتمعن كما هو متوقع. يعني لسه مشافوش المواد الكيميائية دي بتفصيل دقيق او يعني. ماشي كان بيستخدموا المواد الكيميائية النفسية دي عشان بيعملوا عليها تجارب على البشر والمشروع والرايدر. يا الله يا الله احنا مش هنخلص تقريبا مش هنخلص. ماركوف دي بتعمل مصايب ورا مصيبه. ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ في حد بيكسر باب. بيكسر باب في ايه؟ انا سامع. افتح. اوعى يخرب بيتك يخرب بيتك. ماله ده؟ ليه 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 ليه؟ انت هتعمل زي الواد التاني في اوت لاست اللي بيخبط دماغه في الحيط. اخبط 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 ولا يهمك. كده كده احنا هنخبط دماغنا في الحيطة دلوقتي. عيد 22 دي دي منورة. معناه ايه بقى؟ هنشوف. افتح. ماشي ده مقفول. افتح.
ايه ده 229، يبقى هو ده اللي بينور صح؟ هو طب استنى كده نشوف في اي بطارية اي حاجة قبل ما نمشي اي حاجة. لا مفيش. تروح الناحية التانية مفيش برضو. طب الناحية دي اوبا ايه ده ايه ده ايه ده نط كده. ايوه ايه ايه ده يعني هيودينا فين فين؟ ايه ده يا عم؟ يعني اختصار ماشي ماشي نكمل. نط في ايه؟ في ايه؟ يا لهوي اجري بسرعة، انت ورايا ورايا مش هتحلني صح؟ اهو طب ماشي تعالى تعالى عايز اعمل فيك مقلب تعالى يلا تعالى. ايوه انا اهو يلا انا بنط لك اهو. ايوه تعالى تعالى. ايوه بسم الله. لا اقفل بسرعه. ايوه فين فين البتاع ده؟ استنى بس. ايوه نط بسرعه انت بقى خبط زي ما انت عايز بقى. خش ونفتح الباب على طول. ايوه يلا خدعتك. لا لا خلاص بقى يلا نفتح. ايه فريق فريق عم روح يا عم بقى تقدر تاخد لنا على الفاضي. نط. ايوه الحمد لله الحمد لله. اوعى اوعى فين؟ يا لهوي بيفتح الباب بيفتح الباب بيفتح الباب. اقفل بسرعه اقفل بسرعه. يا لهوي خش خش. يا الله ده مش هيسيبني مش هيسيبني بجد والله ما هيسيبني. فاكرين الدكتور ذكريات والله. بس الذكريات بقى مع الصحفي بقى مش معانا احنا اللي بعتنا ليه الرسالة. احنا اللي المفروض مظلمين عشان احنا بعتنا رسالة للصحفي الصحفي يعني خسارة ملهوش ذنب على الحاجات دي يعني. في ايه؟ في ايه؟ يخرب بيت ام الخضات يا عم، يخرب بيت كده. نفتح يا عم. مواد كيميائية كتير، تعالى هنا في حاجة. ماشي. تعال نشوفها. أنزلة مركوف النفسية، المشروع والرايدر. ماونت ماسيف، ماشي. اسم المريض فرانك مش عارف كذا كذا. النوع ذكر أقل مستوى لنشاط محرك التحول الجيني. وظهر بشكل فظيع في مرحلة 5 و6 من العلاج الهرموني. حالات الأحلام عادت مرة أخرى بتخيل صور من العزلة والخيانة وتوقف أحلام الوعي. أيوة اللي احنا كنا بنشوفها دي كل شوية عمالة تيجي. وتضخم في الشعب الهوائية خصوصا للمرضى الذين كان له ماضي مع تدخين التب والماريجوانا. ده الماريجوانا ده نوع من التدخين برضو. باستثناء تراجع في نشاط الأحلام المصحوبة بحركة بحركة عضلات العينين. ملاحظات المقابلة في وقت المقابلة كان فرانك قد سقط وزنه إلى 70 كيلو جراما. يا لهوي 70 كيلو جرام خسر 70 كيلو جرام حيث كان وزنه قبل الالتحاق 103 كيلو جرام. يا لهوي 103 يبقى كده 103 ناقص 70. يا لهوي 33 كيلو جرام بس ده يبقى سمباتيكا. ده كان في ثبات عميق وغير متجاوب إلى حد كبير. أظهر الاهتمام فقط في نص التنويم المغناطيسي التاسع بخصوص شرب الدماء من صدر الرجل النائم. ايه ده شرب الدماء من صدر؟ شو هو ده اللي ابو منشار ممكن بيتكلم عنه؟ استمر في رفض كل شيء والانتباه لأي شيء وهو خارج التخدير قائلا ان كان لا يمكنني ان اشترك فلا يمكنني ان اشارك. اوصى بالتغذية الاجبارية في حالة لم نجد شيئا يحب ان يأكله. سيد منيرو منظمة ماركوف للطب النفسي. يا لهوي الله بيتكلم عن أمي أبو منشار ده وحالته العلاجية دي حولت كل واحد هنا لوحش. ماله ده؟ مكانك ايه يا حبيبي مكانك ايه؟ يا عم مش هقتلك يا عم
مش انت اللي في اول مره اللي قلت لي مش عارف ايه اهدى ولا مش عارف ايه في اول حته خالص؟ عم روح، ولا انت مش هو؟ كلكم معفنين. ماشي، فيش هنا زرار؟ فيش. ماشي افتح. بسم الله. ابعد بس من الحاجات دي، ابعد بس. ايوه ماشي، افتح. اقفل وراك، اهم حاجه تقفل وراك. جري الحفظ يا رب. ايوه جري الحفظ يعني منشار. ايوه كده يا عم، شغل المنشار، شغل عشان نتقتل يا ربي. يا لهوي، رؤوس واعضاء في كل مكان. يا الله، فينه 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 الواد ده؟ فين ده سيرفر ده ولا ايه؟ في حاجه هنا؟ بطاريه بطاريه. حلو حلو، فين؟ ايوه كده، شغل شغل المنشار. ايوه ايوه شغل. فين فين؟ هنا يا رهوي يا لهوي. تعال تعال يا عم، روح اهو. جاي جاي جاي. اقفل الباب اقفل الباب اقفل الباب بسرعه. فين؟ استخبى هنا استخبى هنا. ماشي اهو، نخبط الباب. ابن اللذينه ده، بسم الله. يا لهوي، اوعى كسر الباب، اوعى. ايوه امشي 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 يا معفن، امشي يا رب. بسم الله، اوعى اوعى. لا لا لا، عشان خاطري عشان خاطري. لا لا، اه يا ابني يا ابني. اجري بسرعه اجري بسرعه اجري بسرعه اجري بسرعه. اجري فين اجري فين؟ مفيش مكان. انا رايح فين؟ انا راجع تاني. اجري بسرعه، اقفل الباب اقفل الباب، مش هستخبى. ايوه كسر الباب، هلعب معاك مساك. ايوه نشوفه من الحته دي. ايوه كسر الباب، ماشي. ايوه تعال تعال يا بطاريه بقى، مش دلوقتي. ايوه بسرعه، خد يا بطاريه. ماشي خد، خش من هنا خلاص. ده مقفول مقفول مقفول. يا الله يا الله، ايه ده؟ انا رجعت في نفس الحته، امال اروح فين؟ ده جايلي 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 جايلي. ماشي روح كده هنا، احنا مش شفناش الحته دي كويس. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، استخبى بسرعه 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 بسرعه. اه يا الله، امشي 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 يا معفن امشي يا ربي. لا راح فين؟ ها ليك انت، ليك انت يا معفن. اطلع 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 اطلع. في حاجة هنا؟ راح صح؟ راح. افتح كده الباب ده، انت اقفل وراك اقفل وراك. ده ايه ده ده؟ افتح يا رب ما الاقيه قدامي. اوف، اجري اجري، افتح بسرعه افتح بسرعه. اقفل 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 وراك. مين ده؟ مش عارف. انزل، هكسر الباب هكسر الباب هكسر الباب كسر الباب. يا لهوي، ايوه كسره كسره. ماشي يا عم، روح يا عم بقى، روح يا عم بقى. يا بتعمل ايه يا معفن انت؟ امشي 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 بالمنشار بتاعك الصغير ده. لا امشي يمين امشي يمين امشي. الله الله يا عم بقى، اطلع تعالى. مين ده؟ سامعه سامعه سامعه. امشي يلا. ايوه فين؟ افتح. امال اروح فين انا؟ A few moments later.
ايه ده؟ في فوق. اوه شفتهاش خالص. يا الله. ايوه كده، عايزين نخلص منه. افتح. ده الغاز، مكان الغاز. ايه في الوراق؟ فين الغاز بقى؟ فين الصمام؟ ايوه هو ده. يلا بسرعه بقى. ايوه يا الله. ايوه بس كده. ايوه المفروض بقى نروح نرجع بقى تاني. ايوه بسم الله. اعمل تطوير يعني، اعمل تطوير يا رب ما يكون بس قدامي. بسم الله المفروض بقى نرجع بقى. بسم الله. بص قدامي على طول، اجري. لا انا هجري. يا ابني اجري بسرعه. يا الله يخرب بيت كده. يا الله يا عم روح، يا عم روح بقى روح. ايه زعلان عمي؟ روح يا عم روح بقى، ما تصدعنيش. ايوه كده روح. الحمد لله ارتحت. يلا بقى نروح نفتح البتاع ده. افتحه يلا. ايوه ادس. ايه ده؟ حته جديد. امال مين ده؟ انا بقول كفايه لغايه كده، احسن حاجه اللي احنا نقف هنا عشان انا خلاص قلبي ما يقدرش يستحمل. وهنا يا شباب بقى هنقف. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش بقى انزل اللايك بقى تشجيعا بقى ليا، وعشان استمر بقى في القناه وانزل لكم بقى حلقات جامده جدا. وبقى الاشتراك اهم حاجه برضو، الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات. وسلام.